من أفخم وأرقى الفنادق في لوس أنجلوس إلى أرعب فنادق العالم، بعد سلسلة من الجرائم اللي حدثت في هذا الفندق وتصوير الكاميرات لأشباح في الممرات والجريمة الشنيعة اللي حصلت فيه، أصبح هذا الفندق لغز للكثير من الناس. يحياوي ووي 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 هو إجرح هو داوي، كل الناس تخاف منه لأنه هو ساد داي. السلام عليكم، حبسك شرجة بمقطع جديد. وإذا أنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أقدم قصص ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا كان يعجبك هذا النوع من الفيديوهات اضغط على زر اللايك والسبسكرايب الموجود أسفل الفيديو عشان تحفزني على الاستمرار. قصة اليوم عن فندق سيسيل اللي يعتبر من أرعب الفنادق في العالم ويعتبر كمان لغز حير الكثير. ليش هذا الفندق بالتحديد؟ هل يسكنوا أشباح بالفعل زي ما يقولون؟ هذا اللي راح نعرفه في قصة اليوم. فاللي عليك الحين يا عزيزي المتابع تجهز الفشارة وأي شيء من المسليات كالعادة وتستمتع بالقصة. في عام 2013 جاء بلاغ لخدمة العملاء في فندق سيسيل بأنه طعم الموية مختلف ورائحته كريهة، والفندق حاول يعرف السبب على طول لكن ما قدر يحدد من إيش بالضبط هذا التلوث، فتجاهلوا الموضوع أو ما أعطوه ذيك الأهمية وقالوا للنزيل نعتذر على العطل وبنغير لك الجناح فورا. لكن الشكاوي بدأت تزيد من النزلاء أكثر وأكثر، وبعد الشكاوي الكثيرة قرروا يفتحوا الخزان الموجود في السطح ويعرفوا مصدر تلوث المياه. لكن الصدمة لما فتحوا الخزان ووجدوا جثة وكانت بدون ملابس وكانت متعنفة، وبعد ما طلعوا الجثة اكتشفوا انه هذه الجثة لطالبة جامعية تبلغ من العمر 21 سنة، ووجدوا ملابسها في مكان قريب من الخزان، فعرفوا على طول انه اللي صار ما كان انتحار وانه كان جريمة قتل. فرجعوا لكاميرات الفندق عشان يشوفوا مين خلف هذه الجريمة، والصدمة لما شافوا هذا الفيديو. الواضح من المقطع انه البنت عاشت شيء مو طبيعي، لانه كانت تتكلم مع احد والكاميرا مو مبين الشخص، والكاميرات الثانية ما كانت شغالة، ولما دخلت المصعد كانت تضغط كل الازرار بشكل عشوائي، والمصعد ما كان يقفل كالعادة وطول بدون ما يقفل لمدة طويلة. والغريب انه اول ما راحت البنت تقفل المصعد، ولو لاحظتوا حركات يدها ما كانت طبيعية، وكانت تكلم شخص وكانت خايفة مرة، كانت تسوي حركات بيدها مو مفهومة، وما كان في أي أدلة تشير للمجرم إذا كان مجرم بالفعل. فالوضع صار أكثر غرابة، ولما الشرطة بدأت في البحث والتعمق أكثر اكتشفوا إنه هذه الجريمة مو أول جريمة تصير في الفندق،
وإنه في جرائم قديمة حدثت في هذا الفندق لكنها ما انتشرت للعلن، والفندق تستر عنها عشان سمعته ما تطيح، وأشهرها مقتل الممثلة المشهورة إليزابيث شورت ومقتل بيغون جولدي وضحايا كثيرة في هذا الفندق. لكن السؤال، ليش هذا الفندق بالتحديد ومين وراء كل هذه الجرائم؟ وتوصل المحللين على إنه الفندق يسكن قوة شيطانية واللي نحن كمسلمين نسميهم جن، وحتى إنه أحد المقيمين التقط هذه الصورة اللي توريك إنه في شيء قاعد يتحرك. لكن أنا عن نفسي مو مصدق الصورة لأنه نحن في زمن فوتوشوب وفبركة، لكن الموضوع غريب من جد. والحين يا عزيزي المتابع أبغاك تطلع لي تحليلاتك وتفكر إيش سالفة هذا الفندق؟ هل من جد إنه الجن اللي سوى هذا كله؟ أو إنه مالك الفندق له يد بالجرائم اللي قاعد تصير بحكم إنه يخفي الأدلة أو تكون قليلة؟ أو يمكن أنت عندك تحليل آخر؟ فاكتب لي رأيك تحت في الكومنتات. وفي النهاية يبقى هذا الفندق من أغرب الفنادق وأرعبها على مر التاريخ. هنا نكون وصلنا لنهاية قصة اليوم، وأتمنى المقطع يكون نال على إعجابك يا عزيزي المتابع، وأتمنى قبل لا تطلع من المقطع تكون ضغطت على زر اللايك والسبسكرايب تقديرا لمجهودي اللي قاعد يصير الفترة الأخيرة. وإلى هنا كان معاكم يحيى وحبشكش، وإلى أن ألقاكم في الفيديو القادم. سلام. يحيى ووي 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 هو إجرح هو داوي، كل الناس تخاف منه لأنه هو سانداي، تعيد منه لا تقرب منه، أنا برضو أخاف منه، هو عقله كبير مو قد سنه، لو انت خوفت صيها بعد عنه، رعب انه صغير في السن، هذا هروجه كلها جن، انا اللي مو بجد واكبر منه، اخاف من يوم لحد الحين.